السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام، كي راكم بخير؟ كلشي مزيان؟ أحوالكم طيبات؟ تحياتي لكم كاملين ومرحبا بكم كاملين في الفيديو. هذا الفيديو الإخوان غنشوفوا كيفاش ندوزوا المقابلة. أنا دابا عندي مقابلة اليوم 13، كيفاش غادي ندخل البلاتفورم؟ كيفاش نتواصل مع لي ريكروتور؟ أشنو غادي نصيفط لهم؟ أشنو غادي نقول؟ أشنو كيفاش غنديسكوتي معاهم؟ هذا الشيء كامل غنشوفوا في الفيديو إن شاء الله. دونك كنحاول نبارطاجي لي زانفورماسيون لي بواحد الطريقه اللي بسيطه باش ان شاء الله كلشي يستافد، لان كنتوصل بزاف ديال الرسائل في الواتساب، في تيليجرام، في الفيسبوك، في التعاليق. بزاف منكم اللي راكم باقين هاد البلاتفورم، باقا مدوخاكم، دونك باقي ما عرفتوش مزيان منين غتدخلوا منين غتخرجوا. غادي نحاول نشرح لكم من جديد البلاتفورم، ولكن اليوم غادي نشرح لكم على اساس انني غندوز اونتروتيان. فوالا الحاجه اخرى اللي غادي بغيت نقول لكم، كنتمنى التوفيق للناس اللي راهم حاليا داخلين كيدوزوا المقابلات. الله يسهل عليكم، حاولوا تركزوا، حاولوا تكونسونطراو، حاولوا ما كاينش لي تراك، ما كاينش ستريس ولا تخلع على شي حاجه. هادشي راه ساهل بزاف، الانسان يحاول يركز ويعرف شنو غادي يقول، يعرف شنو غادي يديسكوتي مع لي ريكروتور، مع المشغل. وان شاء الله كلشي يدوز على خير، ونتمنى لكم التوفيق. الناس اللي عندهم مقابله اليوم هما نتوما اللي عندكم الحق تدخلوا اليوم. الناس اللي عندهم 13، الناس اللي عندكم 14 غادي تدخلوا حتى لغدا، ما يمكنش لكم تدخلوا اليوم البلاتفورم. الناس اللي عندكم لو 15 ما يمكنش لكم تدخلوا اليوم وغدا حتى لو 15. كل واحد غادي يمشي يشوف الميل، يتاكد من اللادات اللي عنده ويدخل في اللادات اللي عطاوه. والساعه راه كتبدا المقابله من 3 د العشيه حتى 8 ديال الليل ديال المغرب، لان هما دايرين الساعه التوقيت ديال باري راه نفس التوقيت هذه بالنسبه للمغاربه. الناس اللي في الجزائر، في تونس، في مصر، في اي دوله اخرى، شوف الديكالاج ديال لوغ ما بين باري والبلاد ديالكم. بالنسبه للمغرب راه ما كاينش فرق، ما بين ما كاينش ديكالاج ديال السوايع، 3 ديال باري هي 3 ديال المغرب. هذه من جهه. دونك حنا الان في البلاتفورم، دابا انا داخل بان كونت البلاتفورم. اشنو غادي ندير باش يمكن لي انا نتواصل مع المشغلين؟ وحاجه اخرى اللي نذكركم الاخوان، اننا كاين واحد الميساج غادي نحتاجو، غادي تلقاوه في الجروب تيليجرام، راه ديجا بارطاجيتو، اللي هو هذا. هاد لو ميساج غادي دير ليه كوبي كولي، غادي تعدل عليه، تحط فيه لي زانفورماسيون ديالك، هو اللي غنخدمو به هذا. دونك هذا الميساج اللي غنحتاجوه للمقابلات اولا باش للديسكوسيون مع لي ريكروتور. دونك غادي تحط لي زانفورماسيون ديالك، السميه، الكنيه، السميه والكنيه، اولا غير السميه ولا دات نيسونس ديالك، البروفيسيون، راه كلشي واضح. اذا غادي نمشيو الان نرجعو للبلاتفورم. دونك اشنو غادي ندير؟ انا دابا غير تليفون، ماشي ضروري يكون عندك بيسي. الناس اللي سولي واش ضروري خص يكون عندي بيسي، ماشي ضروري بيسي، غير تليفون تقدر دوز لونتروتيان. دونك اشنو غادي ندير؟ انا ديجا بوستوليت لي زوفر دومبلوا من قبل، دونك هادي ما غاديش نخدمو بها. غادي نمشي للكيوسك. بالنسبه هنا عندنا كونفيرونس، هاد الكونفيرونس يمكن لك تدخل ليه تشوف، يعني تحضر للكونفيرونس وتشوف معلومات. حنا غنشوفو في هاد لا فيديو هذا كيفاش انني ندخل نديسكوتي مع لي ريكروتور. غادي نكليكي على الكيوسك، كليكي على هاد الخانه هادي. هانتوما تبعوا المراحل ايطاب بار ايطاب، راه كلشي غادي يبان لكم ساهل وواضح. هنا عندنا المشغلين، هانتوما كاين لي زيكسبوزون، عندنا 13 ديال الكيوسك، عندنا 13 فوالا. دونك هنا عندنا 13 ديال الكيوسك، شنو غادي ندير؟ غادي نمشي انا في مثال لواحد الريكروتور، بغيت نتواصل معاه، بغيت نشاطي مع واحد المشغل. نشوف مثال، نشوفوا هاد ماريوت هذا، فوالا ماريوت هذا. دونك هنا شنو دايرين هنا؟ ديسكوتي، فوالا. شنو غادي ندير؟ غادي نمشي مباشره، غادي نهبط هنا، نكليكي على هاد الخانه ديال ديسكوتي، هاي كتبان لكم لتحت، فوالا درت على فلاش. دونك انا دابا دخلت عندهم الشاط، فوالا. دونك هادي اللي كتهمني، هاد لا فينيتر هادي. الا شفنا هنا الفوق شحال من واحد داخل كيهضر مع هاد المشغل، 223. حتى انا غندخل نهضر، حتى انا غندخل نشارك، فوالا. دونك فين غنكتب الميساج؟ الناس اللي كيسولوني فين غادي نشاطي؟ غادي تهبط لتحت، ها انت هنا في هاد الكازا، هنا فين غادي تكتب لو ميساج ديالك، ها هو، فوالا، واضح. اشنو غادي ندير هنا؟ دونك غادي نكتب واحد البريزونطاسيون. ديك البريزونطاسيون هي اللي حطيت لكم في تيليجرام. غادي نمشي، غادي نحاول نعدل عليها، غادي نحاول نعدل عليها، نزيد فيها نحط فيها لي زانفورماسيون ديالي. سمحوا لي التليفون عندي ولا ثقيل شويه، لان راه لي ميساج كثار بزاف. دونك غادي ندير ليها كوبي ونحط، نعاود نكوليها هنا نيت، فوالا. غادي نعاود نقادها، نموديفيها، نمسح هاد البلايص فين خليت لكم هاد البلايص خاوين،
فوالا غادي تمسح هذا الشيء كامل هنا على الخطوطه. غدير مثلا سميت ياسين، غادي ندير ياسين فوالا سميت ياسين اجي. الا كنتي مؤنث غادي تخلي او، كنتي مذكر غتحيد الاو. نديرو في مثلا نديرو اجي دو مثلا نديرو 37 باغ اكزومبل فوالا. ونعدل على هاد لي ميساج هذا نقادو، وغادي نحاول نحيد ندير لي كوبي بليتو باردون، غادي ندير لي كوبي ونرجع لا بلاتفورم وغادي ندير لي كولي. فوالا طريقه سهله. نتوما الناس راه داخلين كل كيبريزونتي راسو، ولا تقدر تخدم هاد لي بريزونطاسيون هادو، ني تشوف لي بريزونطاسيون زوينه كاتبها شي واحد وتقدر انك ديسكوتي. الوغ دونك هنا غادي نشوف بان هاد البلاصه ديال الشات جو بونس واقيلا بانت ليا ما بقاش كتبان. غادي نصغر شويه الشاشه، ما بقاش كتبان. دونك غادي نحاول نقلب التليفون، هذا مشكل. دونك غادي نشوفو ندوبو التليفون شوف واش غادي تبان. بحال واخا كتبان ليكم ليكرون شويه مقلوبه، فوالا كتبان ليا الديسكسيون. ها هي هنايا، غادي نعاود نرجع التليفون هادي، ها هي عاود بانت فوالا. دونك غادي ديرو هاد الطريقه هادي، غادي نمشي للبلاصه ديال الشاط، غادي نكتب لو ميساج ديالي. ها نتوما البريزونطاسيون انا درت لها كول. نقدر ندير واحد الطريقه واحد القضيه، ها نتوما غادي تمشيو لهاد النقيطات الفوق. دونك راه كنعطيكم جميع الحلول باش ما يكونش اي مشكل. غنمشيو لهاد النقيطات الفوق، غادي ندير فيرسيون بو اورديناتور، غنكوشي هاد الخانه هادي. غادي يبدا يبان لي هاد الشيء بحال انا داخل من الاورديناتور ولا من البيسي. فوالا ها نتوما غادي نمشي لديسكوتي، ها نتوما غنكليك على ديسكوتي. ها هي راه ساهله، كليك على ديسكوتي غادي يطلع ليا تاني الشاط. غادي نكتب لو ميساج ديالي، غندير لي كولي. فوالا ندير لي كولي في المكان ديالو. دابا حيت الناس راه داخلين بزاف في البلاتفورم، راه غادي تقال واحد شويه الاخوان. كيف ما كتلاحظوا راه كيوقع ليها، كيوقع بارفوا كيوقع بلوكاج كيما هنايا. دونك انا بغيت نكتب ميساج ما عطانيش. الوغ غادي ندير كولي بريزونطاسيون اللي هي هادي. الوغ انا كتبت البريزونطاسيون ديالي، غادي نزيد شويه هنا وغادي نكليكي على هاد لا فليش هادي. غنكليكي على هاد لا فليش، هاهي كتبان ليكم تحت. غادي اونفوي، غادي نصيفط. انا ما بغيتش نصيفط هاد البريزونطاسيون لان هذا ان كونت ديال واحد الشخص، دونك ما بغيناش نخربقوا ليه الكونت ديالو. دونك غادي نكتب لو ميساج ديالي وغادي نصيفطو مباشره للريكروتور المشغل. ها نتوما دابا الناس داخلين كي شاطيو. غادي نرجع ليكرون كيف ما كانت ونكملو الشرح ديالنا. انا دابا وريتكم الطريقه كيفاش تدخلوا تشاطيو، كيفاش تدخلوا تبريزونطيو راسكم. هذه الاولى. دونك من بعد ما كان بريزونتي راسي كنتسنى. انا شاطيت، انا صيفط لهاد المشغل هذا وكنقرا او ميم طون. انا كنشاطي وكنقرا لي ميساج، راه حتى هما كيجاوبوا فهمتي. دوك المشغلين شنو كيديروا؟ راه كيقراو هاد لي ميساج كاملين كيوصلوهم وكيقراو كيشوفوا، كيدخلوا عندك البروفيل باغ اكزومبل. مثلا مثلا نعطيكم اكزومبل، مثلا هاد السيد محمد ترقو هذا صيفط ليهم البروفيل ديالو، راه ديجا مسجل عندهم السي في ديالو، عندهم لي زانفورماسيون ديالو كاملين. كيقدروا يجاوبوا او ميم طون، كيدخلوا لو كونت ديالو كيشوفوا السي في ديالو وكيشوفوا البروفيل، كانوا انتريسي عجبهم راه كيسيفطوا ليه واحد الكونف، واحد الانفيتاسيون او واحد نوتيفيكاسيون كتبان عنده في البريفي. هنا لتحت واحد نوتيفيكاسيون كتبان كطلع لتحت. ما كاينش كيفاش غادي نوريها لكم، خاصني يصيفط لنا شي مشغل وديك الساعه كدوز عنده ديسكوتي معاه اون بريفي. فوالا هنا عندنا بعض الخيارات، دونك ما تقيسو حتى شي حاجه هنايا، خليو هادشي كيما هو. دونك هنا مزيان، نقدر ناكتيفي هاد لا كلوش هادي الا صيفط ليا المشغل انفيتاسيون كتوصلني واحد نوتيفيكاسيون. فوالا دونك ديجا اكتيفي، حاولوا ضروري تاكتيفي هاد لي كلوش هادو باش الا وصلتك نوتيفيكاسيون تبان عندك في التليفون. فوالا مزيان. دونك هنا دونك ديسكوتيت مع هاد الريكروتور هذا. غادي نعاود نخرج ونمشي نشوف واحد الكيوسك اخر، نشوفو في مثال هاد الكيوسك هذا. فوالا لا ميم شوز، تا هو نمشي نكليكي على ديسكوتي
وندخل نشاطي معاهم حتى هما، نكتب لهم واحد البريزونطاسيون هنا. راه التليفون شويه كتبان ليكرون شويه يعني ماشي هذيك، ماشي بحال البيسي. من الاحسن اذا كان البيسي مزيان افضل، افضل بزاف، لان التليفون راه كيبان شويه ما عندكش ليكرون ما كتبانش واضحه، لان الصراحه المهم ماشي مشكل. فخير الانسان يحاولوا غير بشويه عليكم، وحاولوا انكم تبعوا جميع المراحل شويه بشويه حتى ان شاء الله توفقوا. دونك انا وريتكم الاخوان الطريقه كيفاش انكم تدخلوا ديسكوتيو، وهذه المرحله اللي هي مهمه خصكم ديروها نهار ديال المقابله. فوالا حاولوا تبقاو تدخلوا لي ستوند، نشوفوا هاد اوريزون باردون. اي ريكروتور، واحد الحاجه مهمه حتى هي اللي غادي نذكر بها، ها انتم هنا غتلقاو لي زانفورماسيون ديال المشغل، حاولوا تنوطيو، حاولوا تقيدوا لاباج فيسبوك ديال ريكروتور، تاخذوا لينكدين ديالو، تاخذوا كاع المعلومات ديال هاد المشغل، تاخذوا لي زانفورماسيون ديالهم الا كانت عندهم في مثال شي باج ديالهم ديال الباج اوفيسيال ديالهم، حاولوا حتى تسجلوها، غادي تحتاجوا هادشي من بعد. هنا عندكم لي فيديو، حاولوا تفرجوا في لي فيديو تاهما، دوكيمون حتى هما متعلقين بهذا الكيتور. دونك غادي نمشي عاوتاني للديسكوسيون وغادي نبدا نديسكوتي معاهم. الى ليكرون بات لكم على هذا الشكل هذا، تحاول تقلب ليكرون كيف ما وريتكم في وضحت لكم من قبل، باش تبان لكم ليكرون يعني كامله. فوالا على الشكل هذا، وبدا تخدم، بدا تهضر معاهم، ديسكوتي معاهم. الى جاوبوك هضر معاهم هنا في الشات، جاوبوك على لي ميساج ديالك، جاوبهم حتى هنا في الشات على ما يسيفطوا لك لانفيتاسيون. يعني كاين راه بزاف ديال الناس يعني هذا الشيء، حتى هو راه كيبقى غير شونس الا كان بروفي ديالك مزيان، انت دير الاسباب والكمال على الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء اللي كاين الاخوان. دونك هذا الصوت اللي كتسمعوا راه ديال لي ميساج اللي كيوصلوا. فوالا، وبالنسبه للنوتيفيكاسيون حاولوا تاكتيفيو هاد لاكلوش كما قلت لكم. فوالا، دونك هادشي اللي كاين الاخوان، نتمنى يكون كلشي واضح، نتمنى يكون كلشي واضح، ومازال نبارطاجي معكم ان شاء الله دي فيديو جداد. والناس اللي راهم دوزوا المقابلات ما تنسوش انكم تخلوا لنا دي كومونتير، ولا تواصلوا معايا في واتساب وعطيوني كيفاش دازت المقابله، شنو المشاكل اللي لقيتو، اشنو الصعوبات اللي لقيتو، شنو جاوبكم شي حد ما جاوبكمش، يعني اي مستجدات سيبطوا لي في الواتساب، حاولوا تكتبوا لنا في التعليق باش كلشي ان شاء الله يستافد وتعم المعلومه. هذا ما كان الاخوان، الله يسهل عليكم. صراحه هذا الشيء عصبني لان التليفون ماشي بحال البيسي. فنتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وكان معكم رايني ميغراسيون، وكنتمنى يكون على حسن الظن ديالكم، يكون الشرح يعني واضح. تبارك الله عليكم خوتي، ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.